ومن داخل الصعيد وتحديدا في غيط سوهاج. لا يا نوح، أنا مش هلعب وياك. لا يا رقي، أنا زعلتك في حاجة؟ لا يا نوح، أبوي قال لي ملعبش وياك عشان اللي عمله عم رضوان في عمي سالم. بس أنا ماليش دعوة يا رقي، أنا ما عملتش حاجة. خلاص يا نوح، أبوي لو شافني واقفة وياك مش هيحصل. طيب يعني ايه يا رقي؟ يعني مش هشوفك تاني؟ مع السلامة يا نوح. فلاش باك من كذا يوم لما كان رضوان أبو نوح كان بيتكلم مع ابن عمه حسن أبو رقية اللي أخوه راح وافتكره إن اللي عمل ده رضوان. بقى صدقت يا حسن ابن عمك يعمل كده في اخوك؟ طب بلاش سلة القرابة اللي ما بينا، تصدق ان صاحب عمرك يعمل كده؟ ايوه يا رضوان صدقت، لان البلد كلها عارفة ان انت طمعان في حتة الارض اللي على الطريق اللي كانت بتاعت اخوي. بقى تصدق عليا انا يا اخوي ان اطمع فيك او في اي حاجة تخصك او تخص اخوك الله يرحمه؟ ما تقولش عليا اخوك، انا مش اخوك، اخويا راح خلاص، وان كان ليا اخ تاني فبايديا دول هتصرف معاه. رضوان بمفاجأة، يعني قصدك ايه؟ عاوز تخلص عليا انا كمان يا حسن؟ انت عارف كويس ان انا مش هعمل كده واصل، عشان كده بلغت المركز وهي تتصرف وياه. انت عارف زين ان المركز هيطلب دليل وانت معكش اي ادله تثبت ان انا اللي عملت كده، وربنا يعلم ان انا ما عملتش كده واصل. كفايه كلام، ربنا عز وجل هو المستعان، هو اللي يجيب لي حقي وحق اخوي وحق ابنه كمان. لانا واقف قدامك اهو يا حسن، لو عاوز تاخد حقك خده مني دلوقتي. بص حسن الناحية التانية وما كانش عارف يعمل ايه، لان ان كان سالم اخوه اللي راح فده رضوان ابن عمه وصاحب عمره. وكان مر رضوان وقال له ايه يا حسن، بص لي هنا، انا قدامك اهو بقول لك خد حقك. بيني وبينك المحكمة يوم الثلاث يا رضوان، ولو ما جابتش حقنا يبقى تسيب البلد كلها، انت وابنك ومراتك واللي هتتحسر عليهم. الحسن كلمته ومشى وهو متأثر. اما رضوان كان واقف بيبص عليه وكان قلبه متأثر اكتر منه، لأن ما عملش حاجة ومش ممكن يعمل كده أصلا. ويعدي كذا يوم لحد ما جه يوم التلات وانتهت المحاكمة ببراءة رضوان لعدم وجود أي دليل. وساعتها أمر حسن بنته رقية إن هي ما تلعبش مع نوح تاني، وهو دلوقتي في انتظار إن هما يمشوا من البلد كلها باك. وفي الوقت ده كانت روحت رقية على البيت ودخلت أوضتها من غير ما تكلم حد، وقعدت مع نفسها وهي مش قادرة تتمالك اللي بيسقط على خدها بسبب ان باباها منحها ان هي تكلم ابن عمها رضوان اللي كانوا على طول قاعدين مع بعض، وهي كانت بتلعب معاه من صغره لحد ما كبر قدامها، بس هي لسه فضلة صغيرة. وفي الناحية التانية روح نوح بيتهم ولقى البيت متشقلب وفي شنط متجمعة، فاستغرب من المنظر وبدأ ينادي عليهم. يا بوي يا امي فينكم وايه الشنط دي؟ طلعت مامته من المطبخ وقالت له انت جيت يا ولدي؟ ادخل خد لك دش وجهز نفسك عشان هنمشي بعد الغدا بإذن الله. هنمشي؟ هنمشي نروح فين يا أمي؟ وفي الوقت ده دخل بابا من بره اللي رد عليه وقال له هنسيب البلد كلها يا ولدي، أنا خلاص كلمت خالك سمير وهنروح عندهم البلد وهنعيش هناك بإذن الله. نوح بمفاجأة، ليه يا أبويا؟ ليه هنسيب بيتنا وأرضنا وبلدنا؟ أنا قلت اللي عندي خلاص يا نوح، روح جهز نفسك عشان نتغدى ونمشي. وقف نوح وما قدرش يتكلم ولا يرد مع بابا ولا يجادل، لأنه هو حاسس باللي هو فيه، بس في نفس الوقت كان متأثر لأنه هيسيب رقية. وبالفعل اتحرك من مكانه ودخل أوضته وشوية وطلع ولقى الأكل محطوط، ولقى مامته بتقول لبابا والبيت جاهز يا رضوان على كده ولا لسه هنجهزه؟ جاهز يا منوح، أنا كلمت سمير وكلم واحدة تنضفه. يابا أنت لحقت إمتى تشتري بيت وتجهزه؟ بس ده بيت أمي يا ولدي رحمة الله عليها. لو تفتكر أنا قلت لك قبل كده إن أمي كانت سرية ورثت حاجات كتيرة، الله يرحمها حماتي، كانت طيبة وأميرة وبنت أصول. آمين يا رب يا منوح، وربنا يوقف معانا ويوقف لنا ولاد الحياة. خلصوا الغدا بتاعهم وطلعوا الشنط للعربية وكانوا لسه هيركبوا ويمشي، وقفهم نوح. استنى يابا، أنا في حاجة لازم أعملها. يوه يا نوح، أنا مش قلت لك جهز كل حاجة قبل ما نمشي؟ معلش حقك عليا يا أبوي، في حاجة مهمة بس لازم أعملها. ماشي يا ولدي بس ما تتأخرش علينا. حاضر يا أبوي مسافة السكة. دخل نوح بسرعة على البيت وجاب حاجة من جوه وبسرعة طلع تاني لحد ما راح في منطقة فيها شجرة كبيرة وخبى تحتها ورقة، لأنه عارف إن الشجرة دي بتقعد عندها دايما رقية وبيلعبوا تحتيها. خلصت يا ولدي؟ أيوة يا بوي خلصت خلاص. طب يلا نمشي. حاضر يا بوي. ركب رضوان العربية، أما نوح كان بيبص لبعيد مكان ناحية بيت رقية وهو بيقول لنفسه رجع لك تاني يا رقية ومش هسيبك، بس يوم ما رجع لك هتكوني مرتي بإذن الله. قال كلمته واتحرك للعربية
وخلاص كانت متجهة عيلة رضوان لبيتهم الجديد. أما عند رقية اللي كانت قاعدة في أوضتها، نزلت لباباها وقالت له: يا بوي أنا عاوزة أروح الساحة. من عيوني يا رقية هوديكي، وكمان هخليكي تروحي بعدين لوحديكي كمان طالما نوح راح من هنا. راح فين يا بوي؟ سكت حسن للحظات، لأن إن كان نوح راح فصديق عمره راح معاه، وكمل وقال لرقية: راح مطرح ما راح يا رقية، أنا عاوزك بس تعرفي إن نوح ده مش حلو زي أبوه. بس نوح طيب يا بوي. لا مش طيب يا رقية، وما تتكلميش عنه بعد كده، وخلاص نوح ده تنسي نهائي. اتأثرت رقية بكلام باباها وقالت له عشان تطيعه: حاضر يا بوي. أيوة كده خليك مطيع عشان أخدك للساحة. وبعد ساعة طلع حسن ورقية من البيت، وكان معاهم خالد ابن أخوه اللي راح عشان يغير جو هو كمان، لأن والدته من يوم اللي حصل نفسيتها كانت تعبانة. ووصلوا كلهم للساحة، أما رقية سابتهم واتحركت شوية ناحية الشجرة اللي كانت بتقعد دايما عندها هي ونوح، بس بتتفاجئ بالورقة الموجودة وبتبدأ تقرأ فيها وهي مش قادرة تتمالك اللي بيسقط على خدها، لما بتسمع صوت نوح في الرسالة وهو بيقول: ازيك يا رقية، لو انت لقيتي الورقة دي بعرف ان انا مشيت خلاص، لان عمري ما هنسى اليوم النهاردة 25/7، بس انا هرجع لك تاني بإذن الله. رجع لك عشان نفسي حقك حاجة اعملها وياكي، وساعتها هجيب حق ابوي واثبت انه ما عملش كده، ودعواتك ليا ان ربنا يصبر قلبي عشان اتمنعت عن حاجات كتير انا بحبها هني. مش قادر انسى كلمة ابويا اللي بترن في وداني اني ملعبش معاكي تاني، بس لما ارجع بإذن الله محدش هيقدر يقول لي لا معاكي. خلي بالك على نفسك يا رقية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قرأت الرسالة وهي مش قادرة تصدق خلاص إن كل حاجة ما بينها وبين نوح انتهت، بس لسه عندها أمل إن هي واثقة فيه إن يرجع في يوم من الأيام. وبعد كذا ساعة عند نوح وصلوا للبيت الجديد في البلد الجديدة اللي كان في انتظارهم سمير خاله. يا مراحب يا مراحب، نورتونا، منورة بأهلها يا خوي. حضن سمير أخته وقال لها: اتوحشت الجو يا خيتي. وانت كمان يا خوي اتوحشتني جوي. قرب سمير من نوح وقال له: ايه يا نوح، مش عاوز تسلم على خالك ولا ايه؟ لا يا خالي، ازاي كيفك وكيف حالك؟ كبرت يا واد ما شاء الله، وجربت تبقى طولي. لا يا خالي انت الاكبر برضه. امال يا واد لو ما كانش 5 سنين الفرق بيناتنا كنت قلت ايه؟ 5 سنين برضه كتير يا دكتور، انا عندي دلوقتي 15 سنة وانت عندك 20، يعني بقيت في العشرينات، يعني عجزت يا خالي. هو مين ده اللي عجز يا واد؟ هو انت شايف شعري وجع ولا اسناني اتخلعت؟ ما تقلقش يا خال، هانت كلها كام سنة وشعرك يبيض. اه يا ابن المؤمنين، وانت كمان هتلحقني على طول. كانوا بيتشكسوا هما الاتنين مع بعض، وهنا وقفهم رضوان وقال لهم: بقول لك انت وهو، بدل ما انتوا واقفين كده تعالوا ساعدونا. سمير ببسم حنونة: حاضر يا رضوان، من عينيا التنين. تعالوا بقى اعرفكم شوية على سمير. سمير بيحب رضوان جدا، لان ام رضوان كانت من نفس القرية، واهل سمير ومامة نوح كانوا من جيرانهم. ولما راحت مامتهم قالت له قبل ما تروح ان يخلي باله على سمير ومامة نوح، لان هما كانوا عايشين لوحدهم وملهمش حد. وهنا قرر رضوان ان هو يتجوز، وكان بيدور على عروسة، وصلى استخارة في موضوع الجواز، وكان ساعتها عنده 21 سنة، ومامة نوح فوزية كان عندها 16 سنة، وسمير كان وقتها عنده 4 سنين. وفعلا اتجوزها وربى رضوان لحد ما بقى عنده 18 سنة، سافر وسابهم ودخل الكلية. وفي البيت عند رقية كانوا كلهم متجمعين، بس قررت أسماء مرات سالم اللي راح قررت إن هي تقول لهم حاجة تفاجئهم كلهم. أنا عاوز أقول لكم على حاجة. خير يا مرات أخوي؟ أنا هتجوز خلاص. أنت بتقولي إياه؟ بقول هتجوز، أنا لسه صغيرة وده حقي. هو إيه اللي حصل في دماغك؟ أنت لسه في العدة ولسه ما كملتهاش، وابنك أهو موجود. والله أنا قلت اللي عندي، ابن خالتي ساب مرته وهيتجوزني، وابني هسيبه لكم طبعا عشان تربيه. مش انت عمه ولا ايه؟ انا عاوز افهم انت بتقولي ايه بالظبط. هو مش ابنك انت كمان؟ انا مش باخد راجي حد، انا بقول اللي هيحصل. يا شيخة اتقي الله، واعمل اعتبار لجوزك اللي ما بقالهوش شهر ورايح. ليه؟ هو انا اللي عملت فيك ده؟ لا ما عملتيش، بس المفروض ان انت دلوقتي في فترة العدة، يعني محدش يتقدم لك، ولو حد ريدك يبقى يعرض عليك بالكلام من بعيد لبعيد، مش يتكلم بصراحة ويطلب يدك وانت جوزك لسه فايدك من كام يوم. بقول لك ايه، انت مش هتعلمني، انا ما بعملش حاجة مش صح. انا اللي بقول لك ايه، انت تلمي حاجتك من هنا دلوقتي
وتاخدي بعضك وتطلعي من هنا وما اشوفش وشك تاني وابنك تنسيه. كان بيتكلم معاها وهو صعبان عليه حال اخوه اللي ما كملش شهر ورايح، ومراته واقفة وهي بتتكلم بالطريقة ديت، وبتلبس لبس ما يرضيش ربنا عز وجل، وكمان بتحط حاجات في وشها من اول يوم راح فيه. واثناء كلامهم بيتفاجئوا بحاجة خبطت على الارض. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. يا ترى ايه اللي حصل ده؟ ان شاء الله هنعرفه الحلقة الجاية. ما تنسوش بقى يا احلى اخوات، لو عجبتكم قصتنا بنستلزمكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بيتفاجئوا كلهم بخالد اللي وقع على الارض، فبيجري عليه عمه وبيقول له لا حول ولا قوة الا بالله، فوق يا ولدي فوق. وفي البيت عند نوح وسمير اللي كانوا قاعدين مع بعض، وكان بيفرجوا سمير على كتب الكلية وبيحكي له قد ايه ان الكلية دي حاجة حلوة وان الناس كلها بتحترم المتعلمين. ها يا نوح، ايه رأيك تخش نفس الكلية بتاعتي؟ يا عم لا، انا مش عاوز ادخل طب ولا صيدلة ولا الكليات ديت، مش هواياتي. سمير باستفهام امال هواياتك ايه يا فالح؟ هو انت بتتريق عليا؟ لا والله، بس عاوز اعرف ايه هواياتك بالظبط. نفسي ابقى ظابط جديد من الظباط الجامدين دول. سمير بضحك عاوز تبقى ظابط جامد مره واحده؟ ايوه، عشان يبقى ليا كلمه وارجع ابويا بلدنا واتجوز. ومع كلمته الاخيره لمعت عين نوح لما افتكر رقيه والوعد اللي وعده لها. بقى انت يا عيل عاوز تتجوز؟ ايوه اتجوز، ده انت لسه جايل عليا كبير دلوقتي بقى تعيل، ده انت لسه جايل ان الفرق بيناتنا 5 سنين. ايوه انا قلت كده، بس مش تتجوز دلوقتي، لسه المشوار طويل يا نوح. انا عارف ان المشوار طويل، وادينا اهو داخل اولى ثانوي وهكمل وادخل الشرطه باذن الله. سمير بفخر بابن اخته، شاطر يا نوح، ما تسمحش لحد يقلل لك من احلامك. تعرف انا ولما كنت بقول اني عاوز ابقى دكتور كانوا بيقعدوا يتريقوا عليا، وادينا اهو دخلت طب وفي سنه تانيه بفضل الله، فما تقللش من حلمك. ان شاء الله يا خالي تبقى احسن دكتور في الدنيا دي كلها، ان شاء الله يا نوح. وفي بيت رقية جه الدكتور عشان خالد. طمني عليه يا دكتور، ابني ماله؟ ما تقلقش، هي وجعه خفيفه بفضل الله، واللي كان في دماغه خيطتهوله وهو نايم دلوقتي. تسلم يا دكتور، يعني هيبقى كويس باذن الله. ايوه ان شاء الله، ما تقلقش. تمام، متشكر يا دكتور. وصل حسن الدكتور لحد الباب، بس كان بيلف عشان يرجع لخالد لقى اسماء نازله من فوق وماسكه شنطه في ايديها. جدع انك لمتي حاجتك، اخرجي من هنا وما تعوديش لهنا تاني. ومين قال لك اصلا اننا هدخله من تاني؟ يلا سلام. مشيت وخرجت من البيت بدون اي لحظه ندم. اما رقيه كانت واقفه وشايفاها من بعيد وهي مش عاجبها حالها، وزعلت على ابن عمها خالد ودخلت تطمن عليه. وتمر الايام والشهور والسنين وتتجوز اسماء قريبها، ويتولى حسن تربيه خالد اللي كان بيعامله احسن معامله، لدرجه ان رقيه كانت بتغير منه في الاول، لحد ما مامتها قعدت معاها وفهمتها ان ده ابن عمها وبابا روح، والمفروض ابوها يحن عليه زي ما بيحن عليها، فبتسمع كلام مامتها. لحد ما بيمر 10 سنين، في خلالها بتكبر وبيبقى عندها 19 سنة، ونوح بيبقى عنده 25 سنة، وسمير بيبقى دكتور مشهور في مستشفى المدينة، وبيخطب واحدة دكتورة زميلت. ومش بس كده، وبتدخل رقية كلية الألسن، وبالرغم ان هي كبرت لكن بتفضل على براءتها. وفي اول يوم ليها في الكلية كانت ماشية ومش عارفة تعمل ايه. ايه المكان اللي عامل زي المتاهة دي؟ يا رب صبرني. كملت ماشية لحد ما لقت مكتب مكتوب عليه نفس الاسم اللي مكتوب في الورقة اللي معاها، دكتور فؤاد الراوي. خبطت على الباب وسمعت صوت بيقول لها ادخلي. دخلت وسابت الباب مفتوح وكملت بكل براءة وهي غض بصرها. سلام عليكم، ده مدرج دكتور فؤاد الراوي؟ كانت غض بصرها وهي بتكلمهم، وما كانتش واخدة بالها ولا من الدكتور ولا من اللي قاعد جنبه اللي ما كانش قادر يمسك ضحكته لما قالت كده. وكمل وقال لها مدرج؟ لا ده فؤاد الراوي بنفسيه. وبعدين انت جايب شنطة الحضانة في الكلية؟ حضرتك بتقولي؟ قصدي يعني ما ده المكتوب في الورقة. لا يا أنسة، البوابة التانية اللي جنب المكتب ده هو المدرج، هتلاقيها على ايدك اليمين.
هنا بس المكتب بتاعي. رقية بكسوف، تمام يا دكتور، متشكرة. قالتها ومشت من المكان. أما نوح ما كانش قادر يمسك نفسه وكمل لصاحبه وقال له انت بقيت مدرج ما شاء الله عليك، هي البت دي تعبانة ولا ايه؟ بقى في حد ما يعرفش ايه هو المدرج؟ خلاص يا نوح عشان ما تختبهاش، يلا كمل. سمير عملي تاني؟ ايوه صحيح، فكرتني، سمير مصمم ما يجيش معانا، وانت صاحبه حاول تقنعه لان الفسحة هتبقى جامدة بإذن الله. فؤاد وهو بيبص في الساعة، تمام يا نوح هبقى اكلمه، معلش بقى عشان وراه محاضرة دلوقتي. فيا فؤاد انت بتتكلم بالجدية دي كده ليه؟ ما انت نازل فينا هزار صبح وليل. لا بس عشان الطلبة ما ياخدوش عليا هنا. هو انت من الدكاترة اياهم ولا ايه اللي بتطلع بوز قدام الطلبة؟ بقى انت شايفني كده؟ طب بقولك ايه، شكلك جاي بهدوم الشغل، ما تروح كده عشان اكيد تعبان. ما انا مروح، بس قلت الاول اجيلك عشان اتكلم معاك بخصوص سمير، عشان نروح كلتنا ونتبسط باذن الله. لا فيك الخير، صحيح هتتبسط وهنتبسط كلنا ان شاء الله. يلا بقى اتكل على الله يا ابوي عليك لما بتجلب. يلا سلام عليكم. خرجوا الاتنين من المكتب وراح فؤاد على المدرج بتاعه، اما نوح مشى عشان يطلع من باب الكلية. وفي الوقت ده حست رقية انها عطشانة، فخرجت من المدرج عشان تدور على مية، وكالعادة تاهت تاني وما كانتش عارفة هي فين، لحد ما لقت حد واقف ومدلها ظهره وهو بيبص في ساعته، فقالت له يا اخينا يا اخينا انت. سكت نوح وهو مستغرب من الصوت اللي وراه، بس اعتقد انه مش عليه فما ردش ولا سأل. وكملت رقية وقالت انت يا جدع، انت يا جدع يا ابو بدلة ظابط انت. وهنا اتأكد نوح انه هو المقصود، فلف لها وقال لها هو انت بتكلميني اني؟ اي والله يكرمك، ما تعرفش اي مكان هنا في مية؟ ليه، حد قالك ان كل دير؟ لا معرفش. خلاص يا اخي انا متأسفة، انا كنت بسألك بس. سكت نوح وهنا اتأكد من براءتها وانها مش بتعمل كده بتصنع، بس في نفس الوقت كان حاسس ان في قلبه في حاجة غريبة ما يعرفش ايه هي، فبسرعة غض بصره عنها ومشى من قدامها. اما رقية كملت ببراءتها بحث عن المية. وبعد ساعة روح نوح البيت واستقبلته والدته بفرحة زيادة على غير العادة. ايه يا امي الفرحة دي كلتها اللي في عيونك، هو ده فرحي ولا ايه؟ يا رب يا ولدي افرح بك واجوزك، وبالمناسبة ديت انا فعلا جايبه لك عروسة. عروسة؟ من فضلك يا امي قفلي على السيرة ديت، انا قررت اتجوز، بس انا عارف هتجوز مين بالظبط. يا ابني ده يوم ما تتجوز يبقى يوم الهنا والسرور، بس قولي الاول عاوز تتجوز مين. رقية يا امي، رقية بنت عمي حسن، فاكراها؟ كانت لسه هترد مامته عليه، لكن في الوقت ده دخل رضوان اللي كان جاي من الشغل وتفاجئ من اللي سمعه. انت بتقول يا نوح عاوز تتجوز رقية بنت حسن اللي خرجنا من البلد؟ ايوه يا ابويا عاوز اتجوزها هي. انت تهفت في عقلك اياك، عاوز تتجوزها ازاي؟ زي الناس يا ابويا، البت زينه وبت حلال، وبعدين انا مش هعمل غير اللي يرضي ربنا عز وجل. رضوان بيزعل على ابنه. يا ابني انا بقول لك اجده لان انت عارف اللي فيها، حسن عمره ما هيوافق عليك. يا ابوي سيبها على الله وان شاء الله يوافق ان اتجوزها. يا ولاد احنا نفسنا نفرح بيك، بس رقية مش هتنفع. شاور على اي واحده انت ريدها وانا اجوزها لك من الصبح. وانا شاورت على رقية يا امي خلاص، ومش هتجوز غيرها، وجهز نفسك يا ابوي عشان هروح نخطبها النهارده بالليل باذن الله. رضوان بمفاجاه، لا الظاهر ان عقلك اكتر منك، نخطب مين اياك؟ انت واعي اللي بتقوله؟ ده حسن مش بعيد يكرشنا من البلد كلاتها. مش هيقدر يا ابوي، جهزوا بس نفسكم وخلوا الباقي عليا باذن الله. يا نوح يا ولدي مش هينفع، ما تخليش سيرتنا تتجاب على كل لسان. مش اهل نوح يا امي اللي يتكرشوا من مكان، خلي عندك ثقة في الله ثم ثقة فيا. روح لوحدك يا ولدي وشوف ان ما كرشكش حسن من بيته ما بقاش هنا. نوح بثقة، ما تخافش يا ابوي مش هيعمل لنا حاجة، اسمع مني وتوكل على الله. بس يا ولدي. ولا بس ولا حاجة يا امي، جهزوا انتوا نفسيكم وانا هطلع اغير وانزل اشتري الجاتو والشوكولاتة. عارف يا ولدي هسمع كلامك ليه؟ عشان عارف ان انت عقلك كبير وان انت مش هتحطنا في موقف مش منيح. تسلم لي يا ابوي، ما تحرمش منيك انت ولا امي، وربي يبارك لي فيكم. وعند رقية اللي كانت بتتكلم في الفون مع خالد اللي بقى دلوقتي عمره 19 سنة قدها بالظبط، واللي عرفت بعد فترة من مامتها عشان تحببها فيه انه يعتبر اخوها في الرضاعة. يا واد يا خالد هتلاقيهم في الدرج اللي في اوضتي. هو مين اللي بتقولوا له واد ده؟ والله ما لاقيهم، وبقيت تعالي انت شوفيهم. طب شوفهم تحت السرير، انا متأكدة اني موجودين. استنيني طيب هشوفهم. طب ايه لقيتهم؟ هو انا لحقت، بقول لك استني.
ماشي يا خالد. طب دور في الهدوم. يا خالد يا خالد يا خالد، رد علي يا خالد. يا خالد انت فين؟ نهار ابيض، انت ما بتردش ليه؟ لحسن تكون روحت خلاص. فيها يا بنت انتي؟ هو انتي بتفولي عليا ياكي ولا ايه؟ خلاص لقيتهم، يلا بسرعة عشان نبدأ. مسافة السكة يا اخوي بإذن الله، انا هو في القطر. وبعد ساعة بتوصل رقية بعد ما وصلت مع صاحبتها من القاهرة في القطر. وفي الجنينة بتاعت البيت بينزل خالد مع رقية وبيبدأوا يجهزوا حاجات. وفي نفس التوقيت ده كان نزل نوح وبابا ومامته من العربية اللي كانوا بيبصوا للمكان وهم مش قادرين يتملكوا اللي بيتساقط على خدهم لما مر شريط الذكريات بتاعت السنين اللي فاتت قدامهم. بس فجأة بيتنفضوا من مكانهم لما بيسمعوا صوت جامد، وبسرعة بيطلع نوح من جيبه حاجة ما كانش حد متوقعها. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نفس التوقيت ده كان نزل نوح وبابا ومامته من العربية اللي كانوا بيبصوا للمكان وهم مش قادرين يتملكوا اللي بيتساقط على خدهم لما مر شريط الذكريات بتاعت السنين اللي فاتت قدامهم. بس فجأة بيتنفضوا من مكانهم لما بيسمعوا صوت جامد، وبسرعة بيطلع نوح من جيبه حاجة ما كانش حد متوقعها. لكنه من بعيد بيبصوا أخد باله الحاجة اللي عملت صوت كانت ايه. هو ايه اللي بيحصل يا ولدي؟ اللهم اجعله خير. لما تجلجوش، أكيد حاجة من الحاجات اللي بتهببها رقية، أصلا عرفت إن دماغها طايرة منيها لما جالي أخبار عنيها. سمعت يا ولدي؟ هو أنت ما شفتهاش؟ والله يا أمي ما عارف شكلها إزاي، بس لسه في دماغي إنها رقية اللي عندها 9 سنين. خير إن شاء الله يا ولدي. طب مش هندخل ولا إيه؟ يلا بينا. كان لسه رضوان هيتحرك هو وزوجته فوزية اللي كانت واقفة جنبه بس رجليهم كانت متثبتة في الأرض. يا جماعة مش عاوزكم تخافوا طول ما أنتوا معايا. مش خايف يا ولدي، انا مستني المواجهه دي من زمان. ما تقلقش يا ابوي، ابشر يا ابوي ان شاء الله كل خير. وبالفعل اتحركوا ودخلوا الفيلا، وكان واقف حسن وهو بيبص على رقيه وخالد وهما بيعملوا الالعاب اللي في ايديهم. هات يا ابن عمي اللي وراك. حاضر يا رقيه. دخل نوح وتسمر في مكانه اول ما سمع صوتها، واول ما شافها عرفها انها البنت اللي قابلها في الكليه، وفي نفس الوقت حس بمشاعر ما حسش بيها من اكتر من 10 سنين ودلوقتي بيحس بيها. لكنه بيغض بصره عنها وبيناجي على عمه حسن وبيقوله سلام عليكم يا عمي حسن. وكان بيتحاور يتعرف على وش اللي قدامه، بس ملامحه ما كانتش غريبة عليه، وتلاقت عيونه بعيون رضوان اللي كان نفسه يشوفه من زمان وكانت وحشاه. وقف وهو حاسس بمشاعر متلخبطة وحنين الأخوة رجعت له من تاني وجديد، ورضوان كان واقف وبيبصله بنفس المشاعر لكن قلبه مليان من اللي حصل زمان. رضوان أخوي. جرى بسرعة حسن على رضوان وخده في حضنه، أما رضوان كان واقف متفاجئ لأنه متوقعش إن دي تكون ردة فعله. لكن بعد دقيقة خرج حسن من أحضانه وقال له بكل جمود أنت إيه اللي جابك هنا تاني يا رضوان؟ اتصدم رضوان ودي للمرة التانية لكن من رده وانفصام المشاعر اللي فيه حسن. عم حسن لازم نتكلم. بص حسن الناحية التانية وقال له لا أنا مش عاوز كلام، إيه اللي جابكم هنا؟ كان خالد واقف ومستغرب مين دول، وبص الرقية اللي كانت في عالم تاني وهي كمان عرفت هما مين. رقية مالك ومين دول؟ سكتت وما قدرتش ترد عليه، وكمل نوح وقال اسمعني بس يا عم حسن، وانا هوري لك كل حاجة، بس عندكم لابتوب؟ ايوة رقية بنت عمي عندها. بص نوح لناحية رقية وهو بيقول لها بصوت مكتوم رقية كيفك يا رقية؟ اما هي اتمسكت وحاولت ترد عليه بكل جدية الحمد لله يا حضرة الضابط، انا منيحة بفضل الله. الحمد لله، ممكن تجيب اللابتوب بتاعك؟ حاضر يا حضرة الضابط. طلعت رقية تجيب اللابتوب والكل كان ساكت، وبعد دقايق وصلت وحط نوح الفلاشة وبدأ الفيديو يشتغل، واتفاجئوا باللي جواه وكان في واحد واقف ولابس اسود في اسود، بس قدر الكل يتعرف عليه لأنه جزء أسماء أم خالد اللي اتجوزته واتمسك من سنة تقريبا
في شحنة حاجات ما ترضيش ربنا عز وجل، وكان فيها واقف مع واحد وبيتكلم معه وبيتفق انه هيلبس اللي عمله رضوان، وبالتالي يمسك فيه حسن ويقدر يتجوز هو واسماء، وبكده يمسكوا العصافير كلهم بحجر واحد. كان حسن قاعد وهو متفاجئ من اللي سمعه، ومش مصدق بعد السنين دي كلها بعد ما عمل كده في صاحبه وابن عمه وصديق عمره ان ممكن يعمل كده في اخوه يطلع بريء. وكمل رضوان وقال له: صدقت ان عمري ما عمل كده في اخوه؟ انت نسيت ان هو زي اخوي كمان. كان بيسمع له حسن وهو مش عارف يرد ولا يقول له ايه، بس فجاه اتحرك من مكانه وجرى عليه وحضنه. سامحني يا اخوي، انا اسف حقك عليا. مسامحك يا اخوي وابن عمي، مسامحك كمان عشان ولدي اللي ناوي يتجوز. اتفاجئ الكل مع الخبر ده بفرحه، ما عدا رقيه اللي اتملكت اعصابها عشان ما تظهرش اي حاجه ما ترضيش ربها، وان ما حدش كان يعرف الاعجاب اللي كان في قلبها. فقرب حسن منه وقال له: كبرت يا نوح اللهم بارك وبقيت راجل. رضوان ببسمه: ايوه يا اخوي، واحنا جايين نخطب للراجل ده. الف الف مبروك يا اخوي. وهتخطب له من البلد هنا؟ ايوه يا عمي، هخطب من هنا باذن الله. في الوقت ده حست رقيه ان هي الدنيا بتلف بيها اكتر، بس فضلت ثابته في مكانها وهي بتدعي ربها من قلبها: يا رب يا رب ثبتني يا رب، انا طول عمري حافظه قلبي، ما تخلينيش اضعف دلوقتي. وكمل عم حسن وقال: ويا ترى مين السنيوره اللي هيتجوزها نوح؟ القمر بيتك رقيه بنت اخوي. وهنا اتفاجئت رقيه وما كانتش مصدقه نفسها، ومن كتر فرحتها بنت ابتسامتها فخبتها بسرعه: وانا برضك هلاقي احسن من ابن اخوي لبنتي رقيه. انا موافق باذن الله. يبقى خلاص يا اخوي على خيره الله، يوم الجمعه الجايه كتب الكتاب. وفعلا بيجي يوم الجمعه وبيتكتب كتب الكتاب، وبنقول لهم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. والكل كان قاعدين فرحانين ومبسوطين، بس طبعا لا يخلو الامر من مشاكسة اصحاب العريس للعريس نوح. اتجوزتها نوح؟ ايه هو اعجب من اول مدرج ولا ايه؟ بس دي كانت قدامنا وانت مش مبين اي حاجة. لانا معجب بها من زمان، وبعدين انت كنت عاوز تعرفها ليه؟ ان شاء الله غض بصرك عنيها، لحسن خلال شوية ما تلاقوش واصل. لو علي يا اخوي اديني سكتها وبصص في الارض، اجديها احسن برضو. اما رقية كانت قاعدة وجنبها خطيبة سمير اللي مكتوب كتابهم، بس كانوا شادين مع بعض قبل ما يجوا الفرح كالعادة، فكانوا قاعدين بيبصوا لبعض وفي شعاع طالع من عينيهم هما الاتنين. يا خالي مالك، مش تبارك لي؟ ده الخال والد برضو. بقى انا والدك؟ انا اجيب الشحط ده كله؟ ده انا حتى شكلي اصغر منيك. ايوه يا خال، ما بعجلك ده، انا اللي اكبر منيك. ماشي اصبر عليا بس الفرح لما يخلص. خلاص نتقابل بره باذن الله، ولا اقول لك خليك قاعد هنا، انا هاخد مرتي واطلع بيها بره. شاور نوح لرقيه وطلع بره، ففهمت نظرته وهي كمان طلعت بره وراه. وثواني وكانت وصلت رقيه عند الشجره، وتوقفت حركه نوح اول ما شافها وهي واقفه ومكسوفه، واخيرا قدر يبصلها زي ما هو عاوز لانها دلوقتي بقت حلاله. وقرب منها وقال لها: اديني وعدتك اني رجعت ورجعت. ايوه فعلا رجعت ووفيت بوعدك معايا، وقلت لك اني هتجوزك واتجوزتني. تفتكري بقى ليه يا رقيه؟ ليه يا نوح؟ طب فكري انتي كده، اكيد عشان وعدك ليا، ده سبب من الاسباب لكنه مش السبب الرئيسي. امال عشان ايه يا نوح؟ عشان معجب بيك يا رقيه، معجب بيك، وفضلت مخبي الاعجاب ده طول سنين عمري، وربي يعلم ما بصيت لحد غيرك، عشان ربي يبارك لي فيك ويحفظك ليا، وتكوني انتي كمان بتعملي نفس اللي بعمله ده. تعرف يا نوح وانا كمان. وانتي كمان يا رقيه نفسي اسمعها منيكي. وانا كمان زيك. بقول لك نفسي اسمعها من بوكك، قوليها رقيه. رقيه براه اقول ايه؟ يا دي الليله اللي مش هيطلع لها شمس. بقول لك قولي لي زي ما قلت لك. يعني اقول لك ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك معجب بيك يا بنت الناس، وانت دلوقتي حلالي، يعني تقدري تقولها لي. ايوه يعني اقول لك ايه؟ لا انا رايح لابوك يا عم حسن يعجلك شويتين، لحسن انت دماغك طايره منيك. بقى في عريس يقول لعروسته دماغك طايره منيكي؟ ايوه بقول لك كده عشان بصراحه شلتيني. امال عاوزني اقولها لك كده بكل سهوله؟ طب خلاص قوليها، قوليها بعد ما جبتيلي شال الرباعي. خلاص هقولها لك اهي. ماشي مستني اهو. انا جيب العواجب سليمه يا رب وتقولها على خير. ما تستنى انا هقولها اهو. ماشي قولي. انا معجبه بيك، معجبه بيك يا نوح يا زوجي الغالي، فقد كان لقاؤك نهاية لكل الأحداث التي كانت طبولها دقات قلبي. اتأثر نوح من كلامها وكمل وقال لها: لم تكوني أجمل شيء عرفته فقط،
بل أعمج هاوية رميت فيها نفسي دون خوف أو تردد. ومن اليوم ده بيعدي سنين وسنين وبيجيبوا أحلى كتاكيت صغننين وتوتة توتة كده خلصت الحدوتة. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة يا أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستلزمكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.